السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الوجه المشرق والسمت الحسن، الرجل المحترم، شارك في حرب أكتوبر 73. أنت سيادتك جنت سنة كام؟ 67 بعد النكسة بثلاث أشهر. ربنا يعزك، يبقى حضرت حرب الاستنزاف. ايوه ان شاء الله. ما هو انا رحت، يعني هو انا كنت واخد لم يصبه الدور، وبعدين لما حصلت النكسه اتلغت لم يصبه الدور. تمام، يعني كان في خطه ان ايوه يا فندم، ان واخدين لم يصبه الدور بقرار جمهوري. تمام، وبعد النكسه اتلغى القرار الجمهوري بقرار تاني عشان مصر. يعني انت برضو ما انت رحت الجيش عشان مصر. نعم. من اجل والحمد لله بفضل الله وفضلكم استعدنا الارض. بفضل الله. نعم. انت كنت سيادتك سلاح ايه؟ شرطة عسكرية. اللهم صل على النبي، الكعب العالي. ايوه، اللي بتسام، مش بقول لك الوجه الحسن والسمت الطيب ده؟ احنا بنسجل في بيت ربنا. يا رب يحفظ مصر ويحميها. يا رب يحفظ مصر ويحميها. يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم استجب يا رب. يا رب. على سبيل المثال، يوم 6 اكتوبر كنت سيادتك فين؟ في البيت. لا، فين المنطقة؟ في الجفرة. ده الجفرة دي أظن طريق السويس بعد الروبيكي، بين الروبيكي وال بين الروبيكي و يعني ده كله على قناة السويس. أيوه. يعني كنتوا مواجهة. نعم، يعني حضراتكم كنتوا على المواجهة. إن شاء الله. الله. على فكرة سيادتك، جميع الأسلحة قبلت بلاء حسن. ده اللي عامل خيمة وبيعالج، ما هو في ناس بتعالج. نعم. وناس بتسعف، وناس يعني جميع الأسلحة، حتى الأعمال الإدارية ما لها دور. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. ربنا يعزك. وطبعا مش بجامل، تقبل رؤوسكم وتقبل أيديكم. كل من شارك في حرب أكتوبر تقبل يده وتقبل رأسه. احنا طبعا الدول العربية حوالينا، فمصر كبيرة كبيرة بشيوخها. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لولا شيوخ رقع وأطفال رضع و أنا باقي الحديث لا صب عليكم العذاب صب. فنحن نكرم بيكم، نكرم بيكم حاليا، وأنتم حررتم الوطن، أنت وزملائك، فننحن احتراما لكم. طبعا انا بتحدث لان احنا لحد 2019 مر 46 عام على حرب ونصر اكتوبر. فيا رب يحفظكم ويحفظ مصر ويحميها. ونحن نتحدث في بيت الله نتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث: والله لولا اهلك اخرجوني منك ما خرجت، والله لانك أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. إذن صلى الله عليه. الانتماء للبلد عبادة. نعم. الانتماء للبلد. نعم. عبادة. ربنا يبارك فيك. الله يعزك. إحنا نتحدث من بيت الله ونقول إن حبنا لبلدنا عبادة. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. طب تقول إيه اللي ممكن يهين الجيش المصري سيادتك؟ وانت راجل حاربت وكانت روحك على كفك. ما احنا كنا داخلين الحرب يا فندم. لا يا سيدي، طبعا الله، طبعا الله، ربنا يعز البلد ويصلحها ويحفظها يا رب. ربنا يحفظ مصر ويحميها ان شاء الله يا رب. يعني ربنا يكرمه ويجعله في ميزان حسناته وانقذ البلد من الانهيار. يا رب يعزك، يا رب يعزك. يا سيدي الفاضل، انا اتذكر في مقولة: لو أن لي دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم. نحن لا نمارق، ولا إحنا بنقول إن ربنا يحفظ مصر ويحميه. يا رب. ربنا يحفظ مصر ويحميه، والحمد لله يحفظها من الوباء. حتى كان وزير الأوقاف النهاردة بيدعي لمصر، ربنا يحميها من الوباء ويحميها من غباء الأغبياء يا رب، ومن كل سوء يا رب. طب تتذكر بالنسبة لحرب أكتوبر، ما فيش ذكرى كده تفتكرها يوم ما تنساوش؟ لا كتير. لا، قول لنا بالله عليه يوم ما تنساوش حرب أكتوبر. تتذكر سيادتك يوم؟ لا، أنا
انا قعدت 6 سنين ونص، يعني مش مده قليله. لا ما كانش حد بيخرج، يعني احنا رحنا وما كانش في خروج. طب ما كل ده عشان مصر يا فندم. الحمد لله الحمد لله. هي مصر باقيه الا برجالتها. يعني انا كنت خايف لما فتحوا خروج، لما قبل الحرب بفتره بسيطه. ايوه. كان في الدفعه الثالثه في خارج. ايوه. واستدعيت تاني. انت خرجت واستدعيت. لا بكرر تاني بالتاكيد. نعم. في يوم ما يتنساش. والله كل هالايام ما تتنسى يا سيدي ان شاء الله. الذاكره. والله كان قائد الفرقه اللي كنا فيها، الفرقه الرابعه. في سيادتك قائد الفرقه الرابعه. ايوه. الفرقه الرابعه في الجفره كان قائد الفرقه اللي وقع عبد المنعم واصل. اللهم صل على النبي. يعني انت اشتغلت مع اللي وقع عبد المنعم واصل. رحمه الله على الجميع. ايوه. في الجفره. يعني كان معروف ان هو يعني راجل محترم الله يرحمه. ايوه ايوه. وبعدين يعني ايه، كان لما يجي يكلم حد يفكر انه هيدوا له سجن. يعني كان رجل عسكري جديد. ايوه ايوه ايوه. كان بيعمل اجتماع كده كل يوم 5 يونيو. اه. يذكر الناس يعني بالنكسه. على اساس يعني يشوف يقوم من عزيمتنا ان احنا لازم نثأر لنفسنا ونسترد ارضنا. فانا واقف في الطابور كده، يعني كنت تعبان شويه وقتها. ايوه. فلقيت اللقاء طبعا هو وقف قدامي كده. ايوه ايوه يا فندم. قال لي مالك، ايه اللي تعبك؟ ماشي. ايوه ايوه يا فندم. كان قائد السريه بتاعتنا ورئيس الفرع. ايوه. قائد كنت انا في سن 10 السريه 10. اللهم صل على النبي. ايوه. رئيس الفرع موجود. فساعه ما شافوه وقف معايا فكروا ان هو هيديني جزء، فجايين يسمعوا عشان انت بتلعب. أيوة. من مواصل ده. أيوة. يعني عايز اذكر له كمان ان هو نزل لواء في الفرقه. ايوه. وبعدين لبس افرول جديد مش متأيف، وانت عارف طبعا الافرول كان في جيب على الركبه كده واسع. اه اه. فنزل في اللواء الثاني في الفرقه. ايوه. فلقى عسكري قاعد كده وحاطط ايده على خد. ايوه. فاقول له مالك يا ابني؟ ايوه. قال له الضباط تعبنا. فقال له يا ابني انا صول في الجيش. أني سول في الجيش. هو بكل تواضع كده. كان عميد ايام، كان لسه ما خدش اللي هو لسه. ايوه. ولابس اللبس الواسع. كان رئيس الاركان الحرب بتاعه اسمه ايه اللي توفى، عبد المنعم اسمه ايه اللي هو توفى وهو رئيس عبد المنعم رياض. عبد المنعم الشهيد. رياض. يوم. أيوة. الشهيد بتحسب. أيوة. يوم الشهيد. هو ده. أيوة. كان رئيس الاركان بتاع الفرقه. ايوه يا فندم. ده انت عملت مع ناس كبار. فالمهم اللي هو قال له ايه مالك يا ابني؟ قال له والله يا بيه الناس ما شاء الله الضباط تعبيننا ومش عارف ايه وايه وايه. فقال له يا ابني انا صول في الجيش. طب وديني كده. فخده ووداه للخيمه اللي هم بيباتوا فيها. فهم نايمين وحاطين البطاطين كده، فواحد بيرفع البطانيه ده اهل. فهم طلع و رفع البطانية وأدى التحية. اللهم صل على النبي. والظباط ساعة ما شافوه رخر اتنفض وقام من تحت البطانية عملوا زيه وقاموا كله يتنفض. فالواد قال له في دماغه كده، قال له فين الصول اللي كلهم بقدوا له التحية وطلع يجري. قال له تعالى أنت رايح فين؟ قال لهم أنتوا نايمين وتعبين الناس ومش عارف إيه وإيه. في الفترة دي قال له يا ابني روح هات له التصريح فاضي. راح جاب تصريح فاضي اداله شهر أجازة. وده انت بتقول مين؟ عبد المنعم واصل. ايوه. يعني شاف شكوه عسكري صغير. اه وحاجه جميله. وده لهم كلهم اجهزه. ادى لكل ضباط الفرقه الاجهزه اللي كانوا. طب ما هي بالروح الحلوه دي يا فندم. نعم. انتصرنا. الله يرحمه. بالروح الحلوه دي. وعبد المنعم رياض اللي استشهد على الجبل. ما شاء الله. ده ناس قاده. اه قاده بمعنى الكلمه يا عم الحاج. الله يرحمهم جميعا. ربنا يحفظ مصر ويحميها. يا رب. أنا سعيد باللقاء مع حضرتك. الله جدا يصلح. وبالوش البشوش وكتاب يبارك. الله احنا يا رب يبارك لك ويبارك في الجميع يا رب. الله يكرمك. وننحني ونقبل رأسك. الله يصلح حالك. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك. ربنا لا تقبل رأس كل من ينتمي للبلد ويحبها. هو لولا انتم في جاهدتم وكافحتم من أجل مصر، فاحنا انتقلنا من الهزيمة الى النصر بفضل الله ونصر الله. وما النصر الا من عند الله. يعني انا حاسس ان انت بتتذكر الايام دي. يعني انت في اللحظة دي عايش الذكرى. يا رب يعزك يا فندم. شكرا شكرا.